تسحق جميع الأهداف البرية والجوية والبحرية. جناح طائر على شكل دلتا رأت مصر في امتلاكه هدفاً منشود سيحمي حدودها مترامية الأطراف من أي تهديدات إسرائيلية. الرافال المصرية على موعد مع مواجهة محتملة طال انتظارها منذ 50 عاماً مع الشبح الإسرائيلي F-35 أدر. كيف ستكون المواجهة؟ وماذا بإمكان طائرة من الجيل الرابع والنصف أن تفعل في مواجهة وحش شبحي فائق التقدم كالمقاتلة الإسرائيلية أدر؟ وكيف سيكون الموقف الأمريكي لو انتصرت المقاتلة المصرية على الشبح الإسرائيلي؟ جميع هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة الاستثنائية من مارشال، ونكشف معها القدرات القتالية للطائرتين. تابع الحلقة حتى النهاية. من الطائرة الأسرع؟ تعمل الرافال المصرية بواسطة محركين من طراز سنكما M88-2 يوفران لها قوة دفع تبلغ 152 كيلو نيوتن، ويتيحان لها التحليق بسرعة 1.8 ماخ على ارتفاع 16400 متر، وبلغ مدى تسلق 305 أمتار في الثانية الواحدة، وبمدى عملياتي يصل إلى 3700 كيلو متر، لإصدار رافال F4 ذات مقعد واحد و4100 كيلو متر للإصدار ذي المقعدين. بينما تعمل أدر الإسرائيلية بمحرك واحد من إنتاج شركة براد أند ويتني من نوع F-135 يولد قوة دفع تبلغ 43 ألف رطل، يدفع الطائرة بسرعة قصوى تصل إلى 1.6 ماخ أي ما يعادل 2780 كيلومتر في الساعة بسرعة متواصلة وليست متقطعة ودون الحاجة لوجود حارق لاحق للمحركات، والوصول إلى ارتفاع 16200 متر وبنطاق عمليات يصل إلى 2900 كيلومتر. وتعمل الشبح الأمريكية بثلاث نسخ من المحركات تتيح لها الإقلاع والهبوط العمودي والإقلاع من المدرجات القصيرة كحاملات الطائرات، وتعرف هذه النسخة بالرمز سي. وفي هذا الجانب تتفوق الرافال المصرية على نظيرتها من الإسرائيلية من حيث السرعة والحمولة ونطاق العمليات وسقف الارتفاع. البدن والهيكل الخارجي. بالنظر إلى بدن الطائرتين الخارجي سنجد أن طول الرافال 15.27 متراً وعرضها 10.90 متراً وبارتفاع 5.35 متراً، وبلغ وزن الطائرة فارغة 9850 كيلوغراماً في حين يتجاوز وزنها 24500 كيلوغرام عند أقصى حمولة تسليحية. وبالتعمق أكثر في هيكل الرافال سنجد أنها مصنوعة من ألياف الكربون المدمجة مع الألومنيوم والليثيوم، وتم إضافة مواد ماصة لموجات الرادار ضمن البنية الهيكلية للمقاتلة. وعلى الجانب الآخر تم تصميم هيكل أدر الإسرائيلية بهندسة خاصة لتوليد أقل مقطع عرضي على شاشات الرادار، كما أنها مغطاة بمادة شبحية تمتص موجات الرادار. يبلغ طول أدر الإسرائيلية 15.7 متر بارتفاع 4.3 متر، والمسافة بين جناحيها 10.7 متر، ويبلغ وزن الطائرة فارغة 13290 كيلوغراما، في حين يصل وزنها عند أقصى حمولة تسليحية 22471 كيلوغراما. التسليح والقدرات القتالية. لا تحمل طائرة الرافال أي أسلحة أو ذخائر داخل هيكل الطائرة سوى مدفع الرشاش من طراز جتا 30M791 من عيار 30 ملم للاشتباك الجوي القصير. يبلغ مدى الرشاش 8 كيلومترات ومزود بنظام تهديف إلكتروني يعمل على تحديد السرعة والاتجاه وحل معادلة الظروف الجوية لتأمين أعلى دقة إصابة. وخارجياً يتم تذخير الرافال عبر 13 نقطة تعليق خارجية يمكنها حمل قنابل وصواريخ حتى 10 أطنان من مختلف الذخائر. تضم صواريخ للقتال الجوي من نوع ميتيور التي تعمل خارج مدى الرؤية البصرية ذو توجيه نشط بالرادار، وهو قادر على إصابة الشبح الإسرائيلية بسهولة. وللقتال البري والبحري تحمل الرافال صاروخ إكسوسات، وهو صاروخ فرنسي متوسط المدى، وهو يشكل تهديداً كبيراً للسفن الإسرائيلية ضمن مدى 180 كيلومتر. كما تحمل الرافال المصرية قنابل هامر الذكية وبمقدورها إطلاق صواريخ أباتشي الفرنسية الجوالة المخصصة لتدمير مدرجات ومهابط الطائرات وتعطيل المطارات الإسرائيلية بشكل كامل. كذلك يمكنها حمل صواريخ ستورم شادو، وهو صاروخ كروز مخصص للإطلاق من الطائرات الحربية،
يبلغ مداه نحو 3000 كيلومتر، ويتميز بقدرته على تحقيق إصابات بدقة متناهية وبقوة تدميرية هائلة تسمح له بتدمير التحصينات والملاجئ على عمق 18 متراً. في المقابل تحمل F-35 ذخائرها داخل هيكل الطائرة وليس خارجها بهدف تقليل البصمة الرادارية، وبمقدورها حمل كافة صواريخ جوجو وصواريخ جو أرض من صناعة أمريكية أو غربية عموماً، كصواريخ AIM-120 وAIM-132 جوجو، لكن ليست الصواريخ التقليدية، فقد تم تطوير نسخ خاصة من هذه الصواريخ بهندسة جديدة تتيح الإطلاق من داخل الطائرة وليس من نقاط تعليق خارجية، وتأتي هذه النسخ بمواصفات أفضل من النسخ التقليدية، حيث يبلغ مدى الصاروخ 175 كيلومتراً، وتم تزويده بأنظمة الإغلاق البصري والراداري، مما لا يترك مجالاً لطائرات العدو بأن تنجو منه، وبمقدور كل طائرة حمل 8 صواريخ جوجو إضافة لذخائر أخرى، أو حمل 16 صاروخ دون أي ذخائر أو قنابل للمهام السطحية. كما باستطاعت البرق الأمريكية استخدام جميع الذخائر الجوية الأمريكية عبر 6 نقاط تعليق خارجية، إلا أنها تميزت بنسخة من القنابل الأمريكية GBU الشهيرة حملت اسم GBU-1000، وهي قنابل حرارية شديدة الانفجار قادرة على خرق التحصينات التحت أرضية، وهي قنابل عملاقة موجهة بالليزر ودقيقة جداً يصل وزنها إلى 890 كيلوغراماً. وتمتلك F-35 مدفعاً دواراً رباعي الفوهة من طراز GAU-22A، ويستخدم ذخائر من عيار 25 ملم يصل مداه إلى 6700 متر، ومزود بأنظمة إطلاق آلية تتيح له إطلاق النار بشكل تلقائي مجرد دخول الهدف المعادي في مجال الإصابة. كيف ترصد كلا الطائرتين أهدافها؟ زودت رافال الجديدة برادار من نوع RBE-2 قادر على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويمكنه اكتشاف الطائرات التي تحلق تحت طائرة، ونظام كهربصري من النوع ساجم OSF للبحث الحراري وتتبع الأهداف. كما زودت بأنظمة إدارة المعركة من نوع سبكترا ثالث، والتي تتيح للطائرة فرض السيطرة الجوية الكاملة ضمن دائرة يبلغ قطرها 4500 كيلومتر. في الجانب الآخر تعتبر F-35 كتلة من التكنولوجيا مخصصة للحرب، حيث تم وضع مئات المستشعرات في كل أطراف هيكل الطائرة مربوطة بحاسوب من طراز IBM AP-101 يربط بين الرادار متعدد المهام في الطائرة، من طراز أيسا APG-81 لإدارة حرب إلكترونية بشكل تلقائي، وتكمن مهمته الأساسية في رصد دفاعات الجوية الأرضية ضمن نطاق عمل استكشاف يصل إلى 720 كيلومتر. يقوم بتحديد نوعها ومدى خطورتها ويقدم المعلومات الميدانية لقائد الطائرة، كما يقوم بقراءة طول موجة الرادار الأرضية والجوية وقوتها وتوجيه أوامر للرادار العكسي الخاص بF-35 لإرسال موجات معاكسة لرادارات العدو، وبالنتيجة تصبح رادارات الأعداء مهما كانت متطورة عمياء بشكل كامل عن وجود F-35 في مجالها الجوي. نقاط تفوق F-35. أهم ما يميز المقاتلة الإسرائيلية التخفي والإقلاع العمودي والطيران على ارتفاعات منخفضة جداً، بالإضافة إلى منظومة رصد كهربصري تغطي كامل محيط الطائرة من كل الاتجاهات بجانب رادارها القوي. نقاط تفوق الرافال: تتفوق الطائرة المصرية بحمولة أسلحة أكبر وكثرة نقاط التعليق أسفل أجنحتها، كما تتميز بمدى طيران أطول من خلال حمل خزانات وقود إضافية، وقدرتها على المناورة أفضل بكثير من المقاتلة الإسرائيلية F-35، كما أن تكلفة تشغيلها أقل كثيراً. ماذا سيحدث لو وقعت مواجهة بين الرافال المصرية وأدر الإسرائيلية؟ في القتال الجوي بعيد المدى BVR قد يبدو الأمر محسوماً للمقاتلة الإسرائيلية بسبب تفوقها في مدى الرادار والرصد، هذا بجانب تقنيات الشبحية والتخفي. السيناريو الأول: لو حدثت مواجهة بين الطائرتين من خلال الرادار، تستطيع المقاتلة الإسرائيلية رصد الرافال من مسافة تتراوح بين 130 و150 كيلومتر، بينما الرافال لن ترصد المقاتلة الأمريكية إلا من مسافة لن تتعدى 50 كيلومتر، ولكي يحدث ذلك تحتاج F-35 الإسرائيلية لأن تستخدم رادارها حتى ترصد الرافال.
وفي حالة غلق الرافال لرادارها واستعانتها بمنظومة سبكترا، ستكون قادرة على رصد F-35 من مسافة لن تقل عن 170 كيلومتر، وهنا تظهر الرافال عضلاتها الإلكترونية وتحرم المقاتلة الإسرائيلية من أهم نقاط تفوقها. السيناريو الثاني، ماذا لو أغلقت المقاتلة الإسرائيلية رادارها هي الأخرى؟ هنا ستنتقل المواجهة إلى مرحلة القتال القريبة، وستتفوق الرافال بسرعتها وقدرتها العالية على المناورة وحمولتها الكبيرة من الصواريخ. وغالباً F-35 الإسرائيلية ستتجنب مواجهة الرافال المصرية في أي قتال قريب، وستحاول أن تتملص منها عبر الاعتماد على معلومات الأوكس والتحليق المنخفض. ولكن بدون تشغيل F-35 للرادار فلن يكون بإمكانها التحليق على ارتفاع شديد الانخفاض، وخصوصا ليلا. بالإضافة إلى ذلك تعاني F-35 من صغر الحمولة مقارنة بالرافال، ويصبح وضعها أسوأ لو قررت الاحتفاظ بحالة التخفي، فهي لن تحمل إلا 4 صواريخ داخلية فقط، أما الرافال فحدث ولا حرج. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات الطائرتين؟ وبرأيك من سينتصر في معركة السماء؟